معكم مستمعينا الاعزاء، دائما كل حب وشوق نشتاق لهاد اللقاءات زوينه معكم. سلام طيب لكل متتبع وفي اكيد لقاءاتنا وحلقاتنا ممتعه معكم وبحضور دكتور محمد شهبي تخصص امراض العين تصحيح النظر وجراحه العين. كيف العاده كينضم لاسرتنا اسره لاله فاطمه كعاده كل يوم خميس. دكتور صباح الخير، صباح النور. الحمد لله، صباح النور. امورك هانيه صحيحه لاباس؟ الحمد لله مزيان الحمد لله. طيب كنا شوقا غادي نستقبل المكالمات، حنا زالين نستقبل مكالمات المستمعين ديالنا في مختلف مناطق بلادنا العزيزه والغاليه، منها كنتفقدوا احوالهم، صلوا معهم الرحيم ونحاولوا نوعيهم على قدر ما استطعنا ياك دكتور من خلال ارقامنا. الا جات على خاطرك غادي نذكرها سريعا سريعا، 05 22 31 33 33. عندنا رقم ثاني او خط ثاني دائما مفتوح على الاشاره اللي هو 05 22 31 33 33. بالاضافه لرقمنا كذلك ديال الواتساب اللي هو 06 2000 4004. دائما كتبرهنوا لنا انه كتكونوا كثار في الاستماع في الانصات وفي متابعه ادق التفاصيل عن دكتور محمد شهبي. مرحبا بك دكتور. شكرا. غادي نمشيو اول سؤال كيتعلق شويه بزينه المراه، يعني النساء، كتعرف انه زينه النساء في الكحل البلدي المغربي ديالنا هو موروث توارثناه، ولكن طريقه ديال الاعاده ديالو كتختلف. السيده كتقول لك انا دائما دكتور كندير الكحل، ولكن ملي كندير الكحل في عيني كيحمروا لي عيناتي، علما انه مصوبه لليد وبمواد طبيعيه عارفهم. شو رايك؟ سؤال وجيه، لان كيتطرح عده مرات هذا السؤال. بالنسبه للكحل، المشكل هو كيتم استخراجه من الارض، يعني كتكون مناجم كيتجبد من الارض. اذا هنا فين كاين المشكل؟ يعني احنا ما عارفينش اشنو هما المواد اللي موجوده في هذاك الكحول، ولكن ما نساوش بان كاين الكحول كيتباع في الصيدله. دونك في الصيدليه غتلقى نسميه طبي، ولكن على كل حال محلل وكنعرفوا اشنو فيه، لان ما كنقدوش نعرف واش فيه زئبق، واش فيه حديد، واش فيه مواد كثيره الى اخره. اما بالنسبه لعينيها كيحمروا لها، ربما نوعيه الدموع ديالها غير جيده، وملي كتكون هذيك المواد كتحرقها. بحال الناس كاين اللي كيقول لك بان ملي كتكون بعض المواد اللي هي رائحه ديالها قويه كيبداو يدمعوا العينين وكيحمروا. لماذا؟ يعني فعل تحسوسي هذا؟ لا 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 لا, لا, لا الناس كيغلطوا كيقول لك حساسيه. يعني راه ماشي العين ملي كتحمر وكتاكل وكتدمع راه حساسيه، راه كاين بعض المرات كتكون نوعيه الدموع. يعني اشنو هي الدموع؟ الدموع راه ماشي اللي كتهبط في الخد، الدمعه فهي ماده دهنيه اللي كتبقى بحال غيدو، يعني بحال واحد الغشاء اللي كيكون بين الرماش والرماش الاخر. اولا كيساعدنا في النظر، ثانيا كيخلي ان الجفن كينزل بسلاسه، ولهذا فملي ما كيكونش هذيك نوعيه الدموع كتبخر بسرعه، يعني بسرعه اكثر من، يعني ما كتبقاش محافظه على القرنيه بين الرمش والرمش الاخر، او تبخرت بسرعه، لان القرنيه حساسه كثير. هذا القرنيه هو هذا العضو الامامي الشفاف اللي عندنا قدام العين، اللي هو عنده واحد القوه الانكساريه، الدور ديالو مهم، لان هذا العضو هذا مازال ما عطاناش جميع الاسرار ديالو، دائما كل مره كنكتشفوا شيء فيه. هذا العضو هذا فيه بزاف ديال لينير، يعني العصب اللي كيخلي ان هذيك القرنيه كتكون حساسه. ملي كيكون هذاك الغشاء امام القرنيه كيقوم بالدور ديالو عادي، فالانسان ما كيحس حتى شي حاجه. ملي كيولي يا اما مع مرض مزمن، او مع مثلا انسان مع السن، او استعمال بعض المواد، كيخلي ان هذيك الدمعه كتبخر وكتولي القرنيه عريانه مع العالم الخارجي، وكيولي الجفن ملي كينزل كيولي كيحتك مع القرنيه، وكيقول لك الانسان كاين اللي كيقول لك كنحس بحال عندي الرمله في عيني، كيدمعوا لي عيني، كيحمروا عيني، ملي كيكون البرد كيدمعوا، او ملي كتكون شي رائحه قويه كتبدا تدمع. اذا هادو كلهم عندهم علاقه بالدموع. اما بالنسبه نرجعوا للكحل، الكحل راه هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيدير، ولكن خصنا نعرفوا نفحصوه ملي كيتحلل، ملي كيكون محلل وكنعرفوا المواد اللي فيه. ماشي راه درنا مواد في الدار، ولكن قبل ما كيتستخرج حنا ما عرفناش اشنو هما المواد، واش كاين مواد، لان كتعرفي الاجواء تلوثات مع الاسف، يعني ما بقيناش عارفين اشنو كاين. اذا لما يكون هناك تحليل مسبق، ما نقدش نقول لها ديري الكحل بطريقه علميه، لان خصني نتكلم بالعلم، ما نتكلمش بالراي الشخصي. اذا كاين، بما ان كاين الكحل كيتباع في الصيدليه، كتطلب هذاك الكحل لانه محلل، يعني عارفين المواد اللي فيه الى اخره.
محتاجه تشخيص مثلا دير قطار تحاول ديك الماده الدهنيه. لا من الاحسن تمشي عند الطبيب باش تعرف ربما نوعيه. حنا دابا كنظلوا يوميا في الفحوصات ديالنا مع هذه المساله ديال كيجي يقول لك عندي حساسيه، عندي حساسيه. شنو حساسيه بالنسبه للناس؟ هي العين كتحمر وكتدمع. لا، راه الدمعه اللي كنتكلموا عليها دمعه ثقيله بحال الفرق بين لاغريس والزيت. كنقول لهم الريدو ملي كنديروه كندهنوا الريدو كنديروا فيه لاغريس، ما كنديروش الزيت. علاش؟ لان لاغريس ثقيل وكيبقى واحد المده اطول. الزيت الا كبيتيه كيهبط. اذا الله سبحانه وتعالى خلق لنا واحد لاغريس اللي كان ملي كنرمشوا كتنزل بحال واحد الغيدو كترطب كيحمي العين وكيخلي ان الجفن ما كيحكش على العين، كتكون كتنزل الجفن بسلاسه. اذا ملي كيكون هناك يا اما استهلاك، يعني ان الدمعه كتولي كتستهلك بسرعه. علاش؟ لان كنبقاو ساعه طويله امام الحاسوب او السياقه، او كيكون مثلا المكيف او يعني اي عوامل خارجيه اللي ممكن تخليه يتبخر، او كيكون مرض او كيكون سن او هذا، كيعطي نفس الاعراض. انا كنقول لهم اللي كيجيو عندي عندهم 15 16 سنه وعنده اعراض ديال السيده عندها 70 او 80 سنه، نفس الاعراض. يعني عينيه كيحمروا، كيصبحوا لاصقين في الصباح، ما كيبغوش يتحلوا، كنحسوا بالرمله، كيدمعوا. هادو عندهم علاقة بالدموع اللي هي غير مستقرة. هذا عدم استقرار يا إما عنده علاقة بالسن يا إما عنده علاقة بالاستهلاك. إذا كنشوفوا التشخيص هو اللي غادي يبين لنا هذه المسائل. طيب، شكرا جزيلا على التوعية ديالك. نتمنى المستمعين ديالنا تكون سمعت الجواب. غادي ننتقلوا استقبال مكالمات المستمعين ديالنا، وغادي نبداو بسيدي بنور. أول منطقة غادي نزوروها في حلقتنا ديال اليوم، غادي ناخذوا اتصال لعبد الرحيم. السلام عليكم سي عبد الرحيم. وعليكم السلام اخت اميه، كيدير صباح الخير سيدي. الله يبارك فيك، مرحبا. تفضل. الله عليك يا دكتور. الله يبارك فيك. شكرا شكرا سيدي عبد الرحيم، مرحبا. بارك الله فيك. عندك واحد السؤال. نعم سيدي. واحد جوج مرات وقع. سمح لي يا دكتوره. مرتابك دكالي ومرتابك. اييه، اول مره كنتصل بالاذاعه. مرحبا مرحبا. بارك الله فيك يا دكتور. دابا وقع لي جوج مرات كنكون كنشوف عادي، هذا كتوقع لي واحد كنولي نشوف غير الفوق والتحت. مثلا شي شخص قدامي كنشوف لي غير الراس ديالو والرجلين ديالو، الوسط ما كنبقاش نشوف. وقعت لي جوج مرات. وكدوم شحال المده؟ وكدوم واحد ساعتين ولا شنو هو. شحال السن ديالك؟ 34 عام. كتقلق كتعصب؟ ضروري. ماشي ضروري هادشي، ماشي ضروري. على كل حال هاد المسائل اول حاجه غتمشي بعدا عند الطبيب ديال العين، غادي يشوف ربما ما يلقى حتى شي حاجه. الا ما لقى حتى شي مشكل خصك تمشي عند طبيب القلب، لان قد يكون عندك مشكل ان ديال الدم ما كيبقاش يمشي بواحد الطريقه جيده في واحد الوقت معين. هذاك الشيء باش ما كتبقاش يبان لك بواحد الوضوح، او في الوسط ما كيبقاش يبان لك. فهمتي؟ هذه نعم دكتور غنقاطعك. مشيت عند الطبيب نيت وهادشي اللي قال لي، قال لي ما عندك والو، قال لي تشوف مزيان ما عندك حتى شي حاجه، ولكن العين الله يسر لي عندي كضرني، كنحس بها كضرني، كتوجعني بحال البصمه كتكون ضرني. لا، الا كانت عينك الجهه اليسريه كضرك، واش ملي كتحني راسك كتقل عليك راسك؟ شويه. لا، خصك دير بعدا اولا دير الراديو ديال الجيوب اللي تكون عندك سينوزيت، والراديو السنان، لان الا كان المشكل على جهه وحده كنحيدوا بعدا السبب المحلي. السبب المحلي هو قد يكون عندك سينوزيت يعني التهاب الجيوب، او يكون عندك السنان فيهم مشكل، وهذه كلها ممكن تعطيك الحريق في العين، لان ما لقى هو حتى حاجه في العين. نعم فهمتي. جوج طب اللي مشيت عندهم دكتور، جوج طب قالوا لي ما عندك والو. لا ما عندك، يعني مشيت عند الاول وما بحال ما نكذبش عليك بحال ما تيقش، ومشيت عند الثاني ونفس الهضره اللي قالوا لي. سمع دابا انتما كاع ما كتيقوش الطب، خاصكم ديروا بحال الشهود. سمع، خاصكم ديروا لهم بحال الشهود، ديروا 11 طبيب عاد شوفوا ديروا احصائيات. لا اسمع 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 لي اسمع لي انت. لا 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 اسمع لي. اول شيء ما تمشي عند الطبيب تكون متيقن منه. ملي تمشي وعندك هذاك الطبيب عندك فيه الثقه، سير معاه حتى المسار كامل. دابا الطبيب ملي كيقول لك ما عندك حتى حاجه، ماشي كيقول لك راه ما كتحس بتا حاجه. فرق بين ما عندك تا حاجه وفرق بان ما كتحس تا حاجه. ما عندك تا حاجه في السؤال اللي سولتيه، يعني ما عندك تا حاجه في العين، هذا لا يعني بانك ما عندك تا حاجه في الجسم. كيقول لك ملي قلبتك لقيت العين، القرنيه مزيانه، العدسه مزيانه، الطونسيون مزيانه، العصب البصري مزيان، شاف لك الشبكه، شاف لك العروق، هذو المسائل كلها كيقول لك مزيانه. ما كيقولش لك راك ما عندك حتى حاجه. دابا الناس ملي كتقول له ما عندك حتى حاجه، يقول لك الطبيب كيخربق، انا كنحس وكنضرني عيني وكيقول لي ما عندك حتى حاجه. اش كيقول؟ بغيتي نقول لك تكون شي حاجه في العين باش تكون تيقني؟ راه خصك تفهمه
المعنى ديال الكلام يعني جيتي على قبل العين كنقول لك العين راه ما فاتت حاجه. ملي عاودتي لي المسائل كتمشي هذاك الشيء وكيرجع عرفت بان العين 99% ما غيلقى فيها حتى شي حاجه. علاش؟ لان الا كان المشكل في العين راه غادي يبقى دائم ماشي غادي يجيك واحد الوقت ويمشي ويمشي. بما ان شي حاجه كتمشي وتجي كتكون عندها علاقه بالاوعيه عندها علاقه بالعصب طيب ربما الدم ما كيمشيش بطريقه جيده ربما كتكون في واحد الفتره الضغط ديالك ما كيكونش مزيان ربما القلب ديالك ما كيعطيش الدم بواحد الطريقه مزيانه في واحد الوقت معين. اذا خصنا ملي كنمشي عند الطبيب نفهم اش كيقول لي الطبيب ماشي نفهم داكشي اللي بغيت انا. دابا راه قال لك العين ما فيهاش ولكن ما كيقولش لك انت المشكل ما عندكش. كاين اللي كيظن ملي كتقول له ما فيها والو كيظن بها كيكذبني هذا الطبيب هذا كيخربق مشي عند طبيب واحد اخر وكذا. حنا ماشي في يعني ولات الانسان غيرت لنا. انا كنشوف راسي تقريبا 30 سنه وانا كنزاول تغير التعامل مع المريض. انا على البارح جات واحد الشابه عندها 20 سنه مع باها بغات دير التصحيح كنفسر ليها المسائل كذا كذا كنقول لها شوفي كذا كذا عندي الحق انا نسول. حنا ما وصلناش للانفتات واش حنا في النقابه غتقول لي عندي حقي راه كتسولي كنجاوبك كتسولي كنجاوبك. سولي سؤال واضح غيكون جواب واضح سول سؤال غير واضح غيكون عندك جواب غير واضح. اذا تقلقت علاش؟ قالت لك سيدي عندي الحق. قلت لها انا غنتقلق علاش؟ لان ماشي طريقه باش تقول لي انا عندي الحق. حنا ماشي في يعني ما كنطالبوش الحقوق ديالنا هنا. كتجي عجبك الطريقه ديالي ديال الالقاء مرحبا بيك ما عجبتكش مرحبا بيك. اما باش تبدا تستفزني لحقاش غتمشي ملي كيحصل المريض ملي كيولي دار فوضى وحصل كيقول لك انا مريض وانا سمح لي فيها السكر فيها الطونسيون. راه ماشي لحقاش خلصتي واحد 200 او 300 درهم كتعطيك الحق انك تمسح بالطبيب بالارض. يعني كيتكلم معاك بالطريقه اللي كيقول ما مسوقكش انت يتكلم بالجهد بشويه هو كيوصل لك واحد الرساله. ما عجبتكش الرساله سير في حالك سير عند واحد اخر ماشي باب مسدود كاين على هذاك الباب. اذا ما تقتش بهذاك الطبيب مشيت عند طبيب واحد اخر باش ناخذ راي اخر. لا طيب دكتور شكرا جزيلا على الجواب ديالك. كنت غادي نعقب ولكن احنا فاصل اشاري غادي نمشيو فاصل اشاري ومن بعد راجعين نخليكم معنا مستمعين معنا وتشرفك معنا كيف العاده حلقات لاله فاطمه تخصص امراض العين تصحيح النظر وجراحه العين. يعني تخيلوا معايا هذه سنوات وحنا كنديروا هذا التخصص واسئله كثيره والناس باقا مساكن شويه كاين بعض شي امور اللي باقا كيوقعوا بعض الاخطاء وبعض المشاكل هذا اللي كيعكس على صحه وسلامه العين وايضا التشخيص ما كيكونش والك. غادي ننتقلوا معنا تسجيلات صوتيه على رقمنا الواتساب اللي هو 06 2004 4. دكتور شنو نسمعوا؟ يلا تفضلوا. أنا الحسن من خريفرة العمر 67 سنة. تندير النظر ديال البعد والقرب عندي ضعف النظر. هذا مؤخرا تنحس واحد العين ديالي تترفرف خاصة العين اليمنى تترفرف من الفوق وواحد المدة دائما تتبقى ترفرف عاوتاني تحولات ولا تترفرف من التحت بحال تيضرب لي الضوء من اليمين لليسار وفي الصباح وهذا تنحس بحال عندي اضطراب في عينيه او الرمله. سؤالي للدكتور بغيت غير نعرف انا ما شفتش الطبيب باقي ما مشيتش عند الطبيب اخصائي في امراض العيون وبغيت نصيحه من عند الدكتور واش ما عنديش شي حاجه صعيبه واش ماشي شي حاجه في الشبكه. شو رايك دكتور؟ اولا بالنسبه للعين كترفرف ماشي مشكل لان مساله عندها علاقه بالعضلات ديال الجفون. العضلات ديال الجفون خصو بعدا اول يمشي عند الطبيب هذه مساله مهمه. بالنسبه للعضلات ديال الجفون كيوقع بحال واحد التشنج يا اما الانسان ما كيشربش الماء بزاف او كياخذ لي زيكسيتون بزاف يعني اتاي قهوه الى اخره او خصو لي مانيزيوم كالسيوم يمشي عند الطبيب بعدا طبيب العيون باش يشوف. بالنسبه لهذاك الاحساس اللي كيحس بالرمله الى اخره تكلمنا عليه. كيف ما كنشوفوا الجلد ديال الوجه كيولي فيه تجاعيد مع السن والشعر الى اخره راه حتى الدموع ديال العين حتى هما كيوصلوا لواحد السن وكيولوا كيتبخروا بواحد السرعه وعاود كنكملوا عليهم حنا بالهواتف وبالتلفازه الى اخره. من الاحسن يمشي عند طبيب العيون غادي يشوف واش كاين هناك مشكل في الجسم ككل من غير مساله ديال السن
وغادي ربما يعطيه الأوميغا 3، يعطيه ذوك الكمادات اللي كنقولوا ماء دافي، يعني كنحطوا فيه فوطات عاديين في ماء دافي وكنعصروا ونكمدوا بهم الجفون ونقوموا بتدليكها يوم ليه ويوم لا. هادو مسائل باش يساعدوا هذيك المادة الدهنية باش تطلق فوق القرنية، وكتخلي أن الجفن ما كيبقاش يتحس به القرنية، لأن القرنية كتبدا تحس بالجفن ملي كينزل. هذا هو باش كيحس الإنسان، كيحس بحال هكا اللي كيقول لك عندي الحبوب او عندي الرمله في العين، ولكن ننصحو يمشي عند الطبيب باش يدير التشخيص ديالو. طيب دكتور، شكرا على الجواب. غادي نحاولوا نديرو بتناوب لان معنا مكالمات كتسنى، ما يمكنش نخليهم كينتظروا كثير. غادي ناخذ سي محمد من دار البيضاء. سي محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل سي محمد. دكتور شكرا. صباح الخير سيدي، مرحبا. اهلا وسهلا. الله يجازيك بخير. هذا تقريبا واحد 15 عام وانا كنداوي على الطونسيون، كندير دوك التقاطر تقريبا 15 عام. اييه. وديما كندير لو سي تي وخطر خطر وكندير الشون فيزي ديما مزيانين. مزيان الحمد لله. اخيرا الله يجازيك بخير كداتني واحد، مشيت لواحد المصحه درت فيزيت عاديه، درت الشون فيزي مزيانه ودرت لو سي تي مزيان، ولكن الطونسيون ديما طالع 18 20. لا اول مره هاد الطبيبه تقول لي التقاطر ديال الطونسيون غير حيدهم، وانا في العائله كلنا عندنا تقريبا كنعانيو على الطونسيون كنداويو عليها، وما فهمتش واش نبقى ندير دوك التقاطر ديال الطونسيون حيت ديما شويه طالعه ولا نحيدهم كما قالت لي. شكرا. لا من الاحسن تبقى بالتقاطر ديالك لانك دير التقاطر وعندك 18. الحمد لله ملي العصب البصري ما بقيوش شايب، لوسيتي الحقل البصري مزيان، ما نبقاوش نتسناو حتى يتحرق لك، لان عندك 18 وانت كتاخذ الدواء، الا حيدتي الدواء غتولي في 21. يعني واخا العصب البصري مزيان الان والحقل البصري مزيان، هذا لا يعني بان غتحيد الدواء حتى يولي مأثر عاد نبداو نعطيو الدواء. من الاحسن تبقى غادي بما انك كدير الدواء، بقى غادي بدوك التقاطر وبقى تراقب ولو سيتي مزيان شون فيزيون مزيان، هذا مساله ايجابيه. طيب شكرا دكتور. الله يجزيك خير. مرحبا سي محمد. شكرا لك يا دكتور. الله يخليك. نهارك مبروك سيدي وعشرك مبروك. شرف لينا انه كنسمعوا اصواتكم، كنتفاعلوا معكم، كنتواصلوا معكم. غادي ناخذوا من سيدي قاسم هذه المره دكتور. اتصال سي عزيز. السلام عليكم. السلام عليكم اخت سميه. شخبارك سيدي لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. الله يجزيك بخير. يا دكتور لاباس عليك. سي عزيز اش عندك ما تقسم؟ احنا كنا كنعرفوا سيدي قاسم يقسم معايا. عطا الله ما قاسم دكتور. عطا الله ما قاسم. واشنو؟ تما عندكم، تما عندكم الزهر حداكم تما دار بالعامري وحداكم اسيدي الزهر ياك؟ اييه كلشي بخير الحمد لله. نعم سيدي مرحبا سي عزيز. الله يجازيك يا دكتور. والله انا فتحتينا هذه البوابه زعما شكرا لك بزاف على هذه البرامج حتى ولا غصوميه. هذا واجب. الله يجازيكم بخير. والله الا هذا شحال ما كان شحال هذه كنا بزاف الحوايج افتدينا وما كان عندنا شي واحدين بحالكم وكان الله يجازيكم بخير. هذا هو الهدف، هذا هو الهدف من البرنامج الحمد لله. دكتور دابا الانسان اللي ما عندوش الدمعه لا جاريه لا هذيك اللي هي ثقيله ما كاين حتى شي وحده فيهم. انت اللي ما شفتيهاش، انت اللي ما شفتيهاش اما كاينه. لا لا ما كايناش دكتور. لا هو ما تقولش يا ما كايناش، غتكلم معايا في الميدان ديالي. انا غنعطيك انا ما عنديش في عيني. انا عيني ناشفين مره ما كاينش لا هذيك الخاطره ولا جاري. تخليني نهضر سيدي قاسم. واخا سيدي هضر مرحبا. انا نعطيك حجه. انا نعطيك الحجه. ان عندك الدمعه. اللي ما عندوش الدمعه والله لا حل العين، ما تحلش نهائيا. ما غتحلش. بحال دابا كان شي ريدو ومصدي غيطلع، والله لا طلع. راه الناس اللي ما عندهمش الدمعه وعندهم امراض حاده ديال الدمعه راه ما يمكنش تحل، غتكون عندك بحال زيزوار في عينيك. انت دابا عندك الدمعه الجيده، هذاك الشيء باش ما جارياش، لان الدمعه الجاريه غير مفيده. ونعطيك الحجه ديالها حتى هي، لان الانسان ملي كيكون كيبكي كيفاش كيكونوا عينيه صافيين ولا حمرين؟ لا حمرين. وكيبداو ياكلوه ويبدا يحك. علاش؟ لان حيد الزيت وخلى الريدو كيحك ديريكت على العين. فهمتي دابا ولا ما فهمتيش؟ فهمتك هذاك. راه ماشي لحقاش ما كتجيش البكيه، ما كان هذاك راه قلبك اللي شويه قاصح ولكن ما كينباس.
الله يحفظك الله يبارك صافي اقتنعتي الله يحفظك واش كاين زعما شي حلول هيدا يا العز يدعون بها لا راك مزيان ما عندكش الاعراض ما عندك رمله في عينيك ما كيضروك عينيك كيحلو كيتحلو قول الحمد لله لان كل ما كان شيء راه هذا هو باش كيكون الالحاج حم واحد ما كيامنش بالله لان ما كيقول لكم ما شفتوش ولكن رانا شفتي في الكون غادي يبان لك الله سبحانه وتعالى فين ما مشيتي يتجلى في النعم ديالو حنا دابا شحال واحد كيجي كيكون عيات له ديك الدمعه كنقولوا احمد الله شحال من عام وانت كترمش فابور ما جاتك فاكتوره ما جاتك حتى حاجه كترمش ها انت الحمد لله كترمش ما كتحس حتى حاجه واحد راه كيبغي يرمش كيحس بالرمله في عينيه كيقول لك لا راه عندي الحبوب في عيني واخا تعطيه الدواء ما يمكنش غتوصل لك شيء اللي خلق الله سبحانه وتعالى دابا خصك تحمد الله لا واخا يكون الشفران مسدودين كيفاش واخا يكون الشفران مسدودين مسدودين مع العين كيفاش الشفران مسدودين مع العين يعني نقول مع القرنيه بالعين دابا انت عندك عينيك مسدودين تسدوها مفتوحين كيبانوا بحال اللي مشقينوك عام مشقينوك صافي تسدوك واش العين كيما طبيعيين لا انت كتشوف شي حاجه صافي عاد الضو انت دابا عندك عندك الملتحمه لاصقه مع الجفن هذيك الملتحمه فعلا الا كانت الملتحمه لاصقه مع الجفن لان عندك تم الدمعه ما كايناش فعلا ولكن إلا كنتي كترمش عادي إلى آخره فهمتي إلا كانوا ملصقين كيكون عندك أمراض اللي كتخلي أن ذاك المادة الدهنية ما كتكونش ماشي ما قلتي فهمتي هذيك فعلا ملي كتكون العين ما كتحل شيء ما كتسد شيء ما كيكونش فيها الدمعة إلا كانوا الجفون ملصقين وما عندكش الحريق ما عندك حتى شي حاجة راه ما غتحتاجش الدمعه على كل حال لان الدمعه كتحتاجها ملي كتكون الجفن كيطلع وكيهبط الا كان الجفن عندك ما كيطلع ما كيهبط لحقاش لاصق انت ما غتحتاجش هذيك الدمعه لان الدمعه الدور ديالها كيخلي الجفن باش يطلع ويهبط فهمتي فهمت هذا الشغل الله يجيب الشفاء شكرا بلا ما نطول عليك مرحبا مرحبا سي عزيز مرحبا تحياتنا للمستمعين ديالنا بارك الله فيك سيدي شكرا جزيلا غادي ننتقلوا ناخذوا تسجيلات صوتيه دكتور دائما ما كنساوش رقمنا الواتساب 0624004 شكرا لكم بزاف لانه تبارك الله كاين اسئله كثيره دكتور نسمعوا تفضلوا السلام عليكم اختي سمية كدايره لاباس عليك بخير شكرا بزاف على هذه البرامج القيمه اللي كديروا استفدت منكم بزاف وشكرا حتى للدكتور اللي كيفيدنا وكنستافدوا منه وبغيت نسولو الله يجازيك بخير بغيت نسولو على الذبابه الطائره او ما يسمى بعوائم العين واش عندها شي خطوره ولا عاديه يعني بالنسبه للذبابه او كاين اللي كيقول لك عندي نقطه كحله كتمشي وتجي مع العين الى اخره النقطه الاساسيه هي خاصها تمشي دير فحص عند الطبيب لماذا لان عندنا هناك مياه زجاجيه داخل العين هذيك المياه الزجاجيه كتكون شفافه ما كنحسوش بها ما كتبان لنا فيها حتى شي حاجه ولكن مع مرور الوقت ممكن هذيك المياه ديالها الزجاجيه ما كتبقاش شفافه كتفقد الشفافيه ديالها في بعض النقط بحال داك الماء اللي كيكون متخت ملي كتكون في المحور ديال النظر كتبدا تبان الانسان كاين بعض الحالات ما كتبقاش في المحور ما كتبقاش تبان له ولكن حتى التعب ديال العين ممكن كيكثر منها يعني الانسان اللي كان محتاج نظارات ما كيديرهمش او كان كيستعمل الهاتف بكثره او الحاسوب الى اخره كيبداو يبانوا له هذوك النقاط ولكن اول شيء هو خص الفحص باش تفحص الشبكيه ودائما كنفتح هذا القوس هذا عده ناس كيمشيو عند الطبيب كيفتح كيفحص لهم الشبكيه كيلقى مثلا واحد الثقب هما الهدف ديال الفحص هو ان كاين ذبابه الطبيب ملي كيقلب كيلقى ثقب في الشبكيه هما كيقولوا راه غادي يداوي ليا هذيك النقطه كحله ولكن هو ما كيداويش النقطه كحله الطبيب كيمشي كيحصن الشبكيه لان ملي كتكون هذيك المياه الزجاجيه كتبقى كتجف مع مرور الوقت مع السن الى اخره ملي كتبدا كتجف كتقد تشد في الشبكيه وتقطعها ودير لنا انفصال الشبكيه اذا وقايه باش ما تبقاش انفصال الشبكيه الطبيب كيوقع كيدير تحصين هذاك الثقب او تمزق اللي كاين في الشبكيه الغير مبصره ما كيكون عندها حتى شي اثر في النظر ولكن كيخليها انها كنثبتوها في الجوانب ديالها باش ما تطيحش الشبكيه الناس كيقول لك راه دار لي واخا دار لي اللازر باقا عندي هذيك النقطه وراه ما كيداويش لك هذيك النقطه هذيك الا كانت في المحور غتبقى تبان
كاين بعض الطرق اللي داروا ديال لازيريا كيبقى يشتتها الى اخره، ولكن فيها خطوره اكثر من الفائده ديالها. اذا تمشي عند الطبيب غيفحصها، غادي يشوف واش محتاج النظارات، تحاول تنقص من التعب ديال العين ويفحص لها الشبكيه. طيب دكتور شكرا على الجواب. ننتقلوا ناخذوا اتصال اخر او تسجيل صوتي. ناخذوا تسجيل صوتي، تفضلوا. انا فاطمه زهره من تازه. كنسول الدكتور، عندي واحد العين في البرد كتهبط لي الدمعه، حيت واحد العين كنت قاسيت فيها فاش كنت صغيره وعادي زعما غير تقاسيت شي واحد شويه، ودابا فاش كيجي البرد كتهبط لي الدمعه. الدمعه في البرد دكتور؟ لا دابا عندها عين وحده الدمعه في البرد، يعني تقاست ما فهمتش شنو تقاست، واش كانت ضربات وقيله. كاين بزاف واش عندها باراليزي فاسيال، واش عندها، يعني من الصعب ان باش نصحها تمشي عند الطبيب. كاين اطباء جيدين في تازه، تمشي عندهم غادي يشوف القناه الدمعيه واش مزيانه. كاين بعض المرات كيكون الجفن التحتاني كيكون هابط شيئا ما وما كيخليش ان الماء يمشي للقناه الدمعيه بطريقه جيده. كاين اللي كيكون عنده عين كبر من عين، كاين اللي كيكون عنده مثلا الجفن هابط شيئا ما، سكون ابل لو سكليرال شو، يعني كيكون هذاك البياض ديال العين باين عوض ان الجفن كيكون كيحميه. كاين الناس اللي ملي كينعسوا ما كيسدوش العين كامله وكتبقى القرنيه كتبقى كتجف وكتولي حساسه بالنسبه للبرد. اذا الفحص هو اللي غادي يقدي بين. طيب دكتور شكرا جزيلا. غادي ننتقلوا لاتصالاتكم المباشره مستمعينا الاعزاء، معنا دفع من المكالمه دكتور. غادي ناخذوا سي عبد الرحيم ومعنا سي عبد اللطيف كذلك. سي عبد الرحيم من فاس، مرحبا بك سي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، تفضل. مرحبا تفضل. مرحبا بك دكتور. معكم عبد الرحيم من مدينه فاس، بغيت نسول عفاك الدكتور. مرحبا سيدي، مرحبا. الله يخليك دكتور، انا كنت داير واحد العمليه القسطره وعندي واحد الدواء كيدير سيرين. اييه ونهار الاثنين وقعت لي وقيله حكيت عيني ولا السيس ما نعرف العين ديالي بحال ولا فيها مقلد فيها واحد شويه، مقلد فيها الدم. مقلد فيها الدم برا؟ لا الداخل. كيبان لك انت؟ لا كيبان لي حموريه الداخل. لا واش انت كتبان لك؟ لا 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 الداخل، حنا بالنسبه للداخل هو ملي كنقلبوها من الداخل. لا ماشي كيشوفوا. لا اسمح لي اسمح لي سي عبد الرحيم، دابا ملي كيشوفك الانسان في عينيك هكا ما كيبانش ذاك الدم عندك احمر في عينيك؟ لا كيبان. دونك عندك انيموغاجي سكر روكتيف، هذيك راه خارجي. طبيب لي قال لي دكتور اسمح لي سي عبد الرحيم خلينا نتكلم، والله يرضي عليك الله يرضي عليك. راه قال لك الطبيب، ولكن انت قال لك الطبيب اللي فهمتي من عند الطبيب، ماشي اللي قال لك هو اللي كاين. انا تصنت ليا مزيان، حنا بالنسبه لنا الداخل ملي كيطل كيشوفك شي واحد ما كيبان له حتى حاجه، انت كتقلب الداخل كنحطوا لك التقاطر وعاد كنشوفوا هذاك هو بالنسبه لنا الداخل. انت بالنسبه لك الداخل هو اللي ورا الجفن كله الداخل. ايوه ولا ولا ماشي بحال بحال، ماشي نفس الكلام هذاك. شي باش كنثبت معاك، واش ملي كيشوفك شي واحد برا هكا كيقول لك مال عينك حمراء ياك؟ ايه كيقول ايوه هذا فهمتي. دابا هذاك راه عبر، هذاك راه في الخارج فهمتي، هذيك ايموغاجي سو كونجونكتيفال. انا شخصيا جاتني هذه واحد 15 يوم او 20 يوم، يعني كتمشي بوحدها. لحقاش الطبيب دكتور اسمح لي نقول لك انا واش خليني نكمل لك وعاد لان داك الشيء اللي غتعاود لي ديال الطبيب دائما غادي نبقى ناخذو انا بعين بمساله كونديسيونيل. نعطيك المسائل اللي غتفيدك فعلا. انت كتاخذ دواء كيجري الدم فعلا، غادي يصيفطك عند طبيبة القلب يقول لك سير شوف طبيبة القلب، لان هذا النزيف اللي وقع لك في الملتحمه ماشي خطير، ولكن يقد تولي الخطوره لا مشى لك الدماغ لا مشى لك الشبكيه لا مشى لك الى اخره. غادي باش يثبت لك المسائل ديالك، وربما راه واخا يبقى الدم متخثر اللي خصو، لان خصو يكون متخثر باش ما يوقعش لك جلطه. ربما الطونسيون عندك ما مقاداش، خصو يدير لك الجلطه. لا الطونسيون مقاده عندي، قلب لي الطونسيون ديال العين. لا ما كنهضرش لك على العين يا ودي عبد الرحيم، انا وياك راه ما نتفاهموش في الكونسلطاسيون. تجي عندي غنقول لك هاك فلوسك وزير بحالك. خليني نكمل لك. طونسيون ديال الدراع ماشي ديال الطونسيون، الدراع ديال الدراع، لان خصك تمشي عند طبيبة القلب، لان احنا مشي سالينا مع طبيبة العينين. دابا كنهضرك كنقول لك الطبيب القلب اللي غيمشي باش يقلب لك الطونسيون، وملي غيقلبها لك ماشي يقلبها لك مره، خصو يخلي لك واحد الهولتيغ يومين ثلاث ايام وتكتب في الكتاب، لان تقد تكون ملي كيعبرها لك كتكون عاديه، ولكن ملي كتكون غادي في الطريق كتطلع بزاف، ملي كتخلع كتطلع لك بزاف الى اخره. هذه المسائل كلها خصها تضبط. علاش؟ لان طونسيون والدم متخثر راه كاين مشكل، يعني كيكون عندك الدم جاري
والطونسيون طالع قد يوقع لك نزيف شي عضو اللي هو حساس. اما هذا النزيف اللي وقع لك في الملتحمه بسيط حنا بالنسبه لنا. انا ما خديت له حتى شي تقطيره وقع ليا, ما خديت لا تقطيره لا والو, مشى بوحدو لان الجسم كينظف داك الشيء. غير خصك تعرف الاسباب ديالو, واش الطونسيون كتطلع مره مره, واش هذا ماشي على ديال العين. العين ما عندها علاقه بالطونسيون ديال العين, كيقلبها الطبيب, ولكن ما عندها علاقه بهذا النزيف. طيب واضح سي عبد اللطيف؟ سي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم نعم فهمتي دابا؟ فهمتك دكتور. خصني دابا نمشي عند الطبيب ديال القلب ديالي. القلب باش يدير لك الهولتير اكزاكتومون. فهمتي؟ واخا شكرا. يلا تبارك الله عليك سي عبد الرحيم. تبارك الله عليك. شكرا لك سي عبد الرحيم. عندنا جوج مكالمات من فاس, عبد الرحيم وسي عبد اللطيف. انا في بالي كان عبد اللطيف كنتسناه. تفضل سي عبد اللطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اسيدي معك الدكتور الشبيت. السلام عليكم صباح الخير. سلام سي عبد اللطيف. كي دايره دكتور؟ عواشر مبروكه. الله يبارك فيك علينا وعليكم. وسلم لي على الاخت حداك سميه, انا كنسلم عليها. بغيت الله يجازيك بخير دكتور نسولك. كنت هادي واحد الاسبوع واحد العمليه على انفصال الشبكيه. اييه. كان تيبان لي واحد الخيال قدام عيني. اييه. النص ديال عيني مدرك. ودرت العمليه الحمد لله, دازت الامور مزيانه. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. دابا راني تناخذ الدواء والامور. شنو دارك الغاز ولا دارك السيليكون؟ السيليكون مادة. داكشي علاش بغيت نسولك مولاي, واش داك المادة نقدروا نحيدوها من بعد ان شاء الله ولا ماشي مشكل تبقى في العين؟ ما ماشي مشكل. هو من المستحسن كتحيد لان كتفوت واحد 6 شهور او 8 شهور كتحيد, ولكن الا كانت الشبكية اللي عندك يعني قصحت بزاف ملي دار لها العملية الطبيب قد يقول لك إلا حيدناها تعاود طيح الشبكية كيخليها, ولكن منها سخفنا مولاي. ولكن هو دابا على حسب ملي كيشوف العملية, ملي دار العملية راه عارف بأن الشبكية يعني كانت رطبة وما كانش بها مشكل كيردها, من غير لكان عندك انفصال الشبكية وتعطلات أو إنسان عنده السكري وتعطل إلى آخره. هادو عوامل كيخليو أن لا تحيد السيليكون تعاود طيح, ولهذا فكينتظر واحد المده طويله 6 شهور 7 شهور 8 شهور عاد يقرر باش يحيدوا او لا. وبالنسبه للنظره مولاي وداك الخيال كيتحيد كتولي الرؤيه واضحه الحمد لله. والواضحه ماشي غتكون واضحه جدا بحال قبل شويه. شوف الهرس ملي كيتهرس الانسان واخا كيتجبر راه ما كيرجعش بحال الاول. معقوله. هذه المساله الاولى. النقطه الثانيه هو لا كانت الشبكه انفصلت ونفصل حتى القلب ديالها لا ماكولا يعني المحور ديالها كيكون النظر ما كيرجعش مزيان. الا كانت على ذاك الانفصال كان جانبي ما كيكونش جانبي. كان على الجانبي ما كيكونش تاثير بزاف. واحد 30% كلي تاثر. الحمد لله. الجنب الاخر تيبقى يبان لي واضح. ولا مشيت دغيا مولاي ما تعرفش. الحمد لله. مشيت في 48 ساعه كنت عند العمليه. ممتاز. من الخميس درتها السبت. الامور مزيان الحمد لله. ايوا على سلامتك. على سلامتك. الله يجيب الشفاء. وعواشر مبروكه. الله يبارك فيك لنا وليكم. شكرا لك سي عبد اللطيف. الله يزيد فرحتك. شكرا لكم مستمعينا الاعزاز. تحيه كبيره لكم. غادي نمشيو دفعتنا من الاسئله تسجيلات صوتيه على رقمنا الواتساب 06 2004. نمشيو نسمعوا دكتور. تفضل. الو صباح الخير. الله يخليك. انا من بلجيكا. سعاد من بلجيكا. انا عندي جفاف العين وشي دوز في المغرب وقالوا لي عندك العصب ديال العين خاصو الترواد, ودرت واحد ثلاثه الحصص ولكن هنا ما كاينش في بلجيكا ما صرفش الترواد ديال العينين وعيني كيحرقوني. شنو يمكن لي ندير؟ سؤال غير واضح. عندك جفاف العين والترويد ما فهمتش شيء. بالنسبه للترويد علاش غيدير لك الترويد ما فهمتش. ما كيدير. لا المعلومات اللي عطات غير كافيه. الترويد انا كنظن ما غادي تحتاجيش من غير لكان كيضرك راسك ولا هذا, ولهذا فما كيديروش في بلجيكا لان ترويد العين ما كيدارش في بلجيكا دكتور. لي زورتوبتيست ربما كاين بعض المدارس اللي هي انجلو ساكسون ما عندهمش لورتوبتيست, فهمتي, عندهم لي زوبتوميتريست وما عندهمش لي زورتوبتيست. المدرسه الفرنسيه فيها لورتوبسي وهما كيقول لك تقويم النظر, ولكن هما كيديروا المقاييس بحال الجيومتر مع الاركيتكت, مع كل واحد كيقوم بواحد الدور يعني كيعطيك المقاسات ديال الحوال الى اخره. اما الترويد راه كنديروه بالنسبه ماشي للحوال. الترويد راه كيتدار بالنسبه لواحد العين معكازه ما كتشوفش عند الطفل, باش كنتداركو
الحده البصريه. ولهذا الناس كيقول لك انا واخا بقى كندير الترويض بقى العين حوله، واخا كندير النظاظر العين كتحول. راه ماشي الهدف الترويض هو ان ما يكونش الحوال، الهدف من الترويض هو كنبنيو الساس باش نصلحوا الحوال. الا كانت العين جا الانسان عنده واحد العين واخا حنا كنهضروا بالنظارات ماشي بهذو النظارات، ملي كنديروا النظارات خصها توصل ل 10 على 10، لما وصلش ل 10 على 10 قبل 10 سنين الاولى او كاين بعض المرات حتى من 13 سنه كنديروا الترويض باش كتطلع الحده البصريه ل 10 على 10 باش ملي كان يكون باقي مثلا الحوال واخا كيدير الانسان نظارات وكيبقى الحوال كنديروا عمليه جراحيه ديال الاسترابيزم او ديال الحوال. شكرا لك دكتور على الجواب. غادي نمشيو سريعا كيظهر لي معنا فاصل اشاريك سناء ومن بعد راجعين غادي نقرا الرسائل. ايضا تبارك الله الخير كاين اليوم في حلقتنا كاين كثير الاسئله، غادي نحاولوا نديروا شويه توازن، غادي نقراوا الرسائل ايضا المكتوبه على رقمنا الواتساب بعد الفاصل. سريعا سريعا رجعنا معكم بعد الفصل الاعلاني. مشكور دكتور محمد شبيه على وجودك معنا. الله يخطيك، تبارك الله كاين كم كبير ديال الاسئله غير يسمحوا لنا اللي ما قدرناش نقراو الاسبوع الجاي ان شاء الله. سريعا دكتور الله يخليك، بغيت نسول على الام ديالي عندها سكري قاس ليها الشبكيه، دارت راديو ديال العين وتبين ان العروق عامرين بالدم فيهم اللي ترتقوا وكاين الماء في العين، دارت اللازير دكتور في كل عين وقالوا ليها دارت اربعه الحصص ديال اللازير في كل عين وقالوا ليها ديري برا ومازال ما دارتهمش غير دارت عمليه القلب المفتوح. دابا بقات غتسولها دكتور واش هاد اللازير والبرا ما يخليوش لها شي اثر في العين، دابا بغات ترجع ديرهم واش تقدر ديرهم ولا فات الحل، شو رايك؟ دابا خصنا نفهموا فين هو المشكل، واش المشكل في البرا وفي اللازير ولا المشكل في السكري؟ هذا هو المساله. ما كتسولش على الاثار ديال السكري اللي خلى في العين ولكن لا الاثار ديال هذا الشيء. انا كنعطي دائما نفس المثال وغنعاود نعطيه، ملي كيكون حريق باش كنطفيوه بالماء، واش الماء ما غيفزكش؟ غيفزك. وما غنطفيوش نقولوا لقاش كيفزك، لان رجع كل واحد الله سبحانه وتعالى يقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. كل واحد كيدلي بريو ولا اللازير كيدير كيفعل، راه اللي كيعمي ماشي هو اللازير، اللي كيعمي هو السكري. لان كاين الناس اللي كندير لهم 6 الحصاص في كل عين وكيبقاو يشوفوا 10 على 10، علاش هذا كيبقى يشوف وعلاش هذا ما كيبقاش يشوف؟ ماشي لحقاش درنا اللازير، لان كون كان اللازير كيعمي غيعميهم كاملين. المشكل هو ان الانسان ملي كيكون وصل السكري لهذا هو دابا اثر على عينها اثر على القلب، غيكون الكلي غيكون الكلي حتى هما ماثرين. واخا تقول لك لا ما كديرش دياليز ولكن راه غادي يكون يعني الوظيفه ديال الوظيفه ديال الكلي ما غتكونش جيده، كيف ما الاوعيه في الجسم كامل هاريين طيبين بحال الصدى، هو هذاك الصدى مع الحديد هو هذا. وكنعطي المثال ديال شي مطيشه ملي كتكون طايبه وكتبغي تقشرها كلها كتحل، راه هذا هو الاثر ديال السكري في الجسم ككل، يعني كيخلي العضو ما كيبقاش يقوم بالوظيفه ديالو وكيدير لك مشاكل. كاين الناس اللي كندير لهم اللازير وندير الحقن ماشي باش يشوفوا، باش ما يوصلوش لواحد المضاعفات خطيره اللي كيتسمى الزرق الوعائي. شنو هو الزرق الوعائي؟ هو الجلوكوم نيوفاسكولير، كتولي العين ما كتشوفش ولكن فيها 60 في التونسيون والحريق بحال شي درزه. اذا راه على حسب امتى تدخل الطبيب. هو دار لك متحصين ولكن اذا كانت الشبكه منفوخه ما كنمشيوش ليها باللازير. علاش كيقول لك الحقن؟ لان البلاصه اللي هي ما كتخليهاش تشوف هو ذاك الوسط ديال الشبكيه اللي ما كنقربوش لها باللازير. التحصين دار في جميع الجوانب ولكن في البلاصه ديال النظر منفوخه. علاش منفوخه؟ غنعطي مثال بحال دوك الجعب ديال الملي في الحيط، ملي كيكونوا صدا وما بقاوش يعني كيشدوا الماء كيولي كيندي في الحيط كيولي يتقشر يولي يطيح الى اخره. هذا هو نفس المساله، دوك الاوعيه تخلقوا اوعيه غير جيده، التكوين ديالهم غير جيد وما كيبقاوش كيحافظوا على ذاك الدم اللي موجود فيهم، كيبدا يخرج له سيروم كينفخ الشبكيه كيولي الضبابيه. هذوك الحقن اللي كيتداروا هذوك حقن ضد الأوعية الجديدة، سي دي زونتي فاكتور دو كرواسونس، يعني هما ما كيخليوش ديك المادة اللي غتخلي هذوك الأوعية يتكونوا كتحيدها باش ما يبقاش هذاك الانتفاخ أو ينقص هذاك الانتفاخ. وما يمكنش ديرها وهي كتاخد الدواء اللي كيجري الدم، لأن دابا دارت عملية خاصها تشوف مع الطبيب ديالها. والنقطة الثانية خص الخزان يكون أقل من 7،
هادو هما النقاط اللي مهمه. اما اش غايدير ملي كتكون العافيه شاعله راه خصك تطفي العافيه ما كنناقشوهاش. يعني غايخليو اثر على العين السكري اللي غايخلي الاثر. اما اذا كانت مثلا عندها دابا الانسان كدير له حقنه يقول لك بان لي النقطه راه لازم غادي يخلي لك اثار. الاثار كيكون الاثار ديال المرض اكبر من الاثار ديال ولكن الانسان محد المرض هو توا غادي كيتطور كيقول لك ما كانش عندي هادشي عام كل ما درتي والو كاع ما شفتي كيفاش غتكون في هذا العام. يعني راه ماشي كنداويو جلاله كتحيدها كيولي الانسان يشوف ولكن ملي كيولي كيشوف العين عاوتاني كتكون شويه حرجه كتدمع كتحس بالرمله الى اخره تدخل جراحي كيف ما كان الحال. اذا الناس خصهم يفهموا بان راه ماشي سحر هذا. يعني الجسم كيتجاوب مع التدخلات اللي كدير له ولكن كتشوف اشنو يصلح اشنو ما يصلحش اشنو ماشي واش فيها مضاعفات. ملي غندير عمليه تجميل متفق معاك تقول واش كاين هناك كاين احتمال مضاعفات. علاش؟ كاين احتمال تعفن كاين احتمال انه يوقع نزيف كاين احتمال ولكن هذا لانه كاين مرض اللي ما خصناش نوصلوا ما خصناش نوصل لهذ الحاله. ملي كنوصل لهذ الحاله كنطفي العافيه. انا كنخدم في الاستعجاليه ما كنخدمش في ظروف مزيانه ومريحه. طيب دكتور شكرا جزيلا وهذا من باب كنفتحوا دائما شق التوعيه. الله يعطيكم الخير. الناس تاع السكري تهلاو تهلاو ماشي الناس ديال السكري جميع الناس ملي كيوصل 40 سنه لا شحال واحد كيقول لك ما عنديش السكري وما مقلبش ما معبروش ما يمكنش. لان خص الانسان من 40 سنه والفوق خلي السكري اللي كيكون عند الناس اللي هما انسينو ديبوندون كيكون صغير كيطيح كيعطي اعراض واضحه كيعرف راسو. كاين ناس عنده جوج الغرام وكيعيش عادي وما في راسو والو كياكل مع راسو يقول لك ما فيا والو قلبت الا ما عمرني قلب. ملي كيقلب وكيلقى السكر كيقول لك يلاه ولا فيا هو راه فيه خمس سنين وست سنين لحقاش ما مقلبش. صح دكتور شكرا جزيلا لك. غادي ننتقل سريعا نقرا سؤال. الله يخليكم دكتور. انا كان عندي مشكل في عيني كنطرت لي جوجه في عيني مشيت عند طبيب وقال لي نحيدها ولكن من بعد رجعات كدقني بحال جوجه في عيني وكانت مع الدقان ديالها دارت لي شي حبوب في عيني فطاحت ليها جاجة حيدتها حيدها للطبيب ولكن الإحساس باقي كتحس أنه بحال باقي الجاجة في عينها كدقها مع حبوب في عينيها. إحساس ما الجاجة ما دارت لها حبوب لا والو اللي هو الإحساس اللي كتحس به هو نوعية الدموع لأن ملي دار لحيد لها هذيك الجاجة راه تعطاو أدوية هذوك الأدوية فيهم ضد الالتهابات. ملي كتكون النوعية ديال الدموع كتغير واش خصها دير نظاظر ما خصهاش دير نظاظر واش كتستعمل عينيها في ظروف أخرى إلى آخره. كاين بزاف ديال العوامل اللي خصنا ندرسوها باش نشوفوا أما الجاجة مباشرة أو لحقاش حيد الجاجة عاد ولا عندها هذيك المسائل راه تحمد الله أنها كتشوف بعينيها راه اللي جاتها الجاجة في عين راه كاين اللي كتمشي له العين فهمتي. يعني المسألة خصو الفحص ماشي الجاجة ما غاديرش لها الحبوب باش نكونوا واضحين. الإحساس اللي عندها أنك نحس بالحبوب هي نوعية الدموع اللي ربما مغيرة. طيب سؤال ثاني دكتور الله يخليك. أنا من البير جديد عندي العين اليمنية كتحرقني كنحس بحالي لا كيخرج منها البرد وهاد اليومين كتحمر لي خصوصا إلا غسلت وجهي. الله يخليك جاوبوني. خاصك تمشي عند الطبيب لان باش يشوف واش محتاج النظارات ام لا لان كاين اللي كيستهلك الدموع ديالو بمجرد ان العين كدير مجهود وكتولي استهلاكيه بالنسبه للدموع كتولي هاد الاعراض هذه اللي كتكلم عليها عندها علاقه بالدموع ولكن خصها تعمل فحص. دكتور الله يخليك. انا نعيمه من بني ملال بغيت نسول ونستشر مع الدكتور. انا عينيا كياكلوني وكيحرقوني وكتكون فيهم بحال الضبابه والدمعه معسله. مشيت عند بزاف ديال الدكاتره حتى واحد ما شخص ليا الحاله ديالي. الله يخليكم دكتور غير كيعطوني غير تقاطر وصافي. عندي سكار ودرت لازير العين وحده وليت كنشوف بها الحمد لله وبغيت نعرف تفاصيل اكثر على هذا الموضوع اللي كيوقع لي يا دكتور. اطباء قلبوها وما لقاوش لها الحل. انا غنلقى الحل في السؤال الشفوي. يعني كيفاش كيعطوني اعير التقاطر اشنو بغات يعطوها؟ يعني اعير التقاطر لان ربما في الغالب عندها جفاف العين عندها نوعيه الدموع غير جيده الا ما قداوش التقاطر راه كيتعطاو مواد اخرى بحال سيروم اوتولوج يعني الدم ديالها وكيتقطر. وجفن تحت العين قالت كيحرقها بزاف. هي تحت العين راه هو الجفن. الجفن
المسائل اللي كتعطي كلها عندها علاقة بالدموع، نوعية الدموع، عندها السكري ملي دار لها اللازر يعني أن السكري رأى طلع على الشبكية، ربما كانوا كيداروا تقاطر إلى آخره، ومع السن كتغير الدمعة، يعني خصها تدير الكمادات، دير تقاطر، ما كفاوهاش كدير له سيروم أوتولوج أو كدير فحص ديال الدمعة ديالها. كاين مراكز اللي عندهم أجهزة كيفحصوا الدمعة وكيشوفوا واش عندها الغدد لي غلوند ميموس كافيين باش يمكن لهم يفعلوهم بواحد لا ليميير بولسي، واحد الضوء متردد. هذه كلها كاين طرق ماشي ما كايناش. سؤال دكتور على الواتساب، سؤال أخير غادي نقراوه. الله يخليك، بغيت نسول على الابن ديالي فعمره 10 سنوات، عنده نقص شوف بزاف، ودينا عند طبيب العينين وقال لينا باللي نقص شوف وكذلك عنده الحساسيه بزاف، ومسكين ديما كيحك عينيه واخا كيدير تقطر. اولا خصها تشوف الاجواء اللي كيعيش فيها هذا الوليد، واش كاين يعني حيوانات، واش كاين غموليه، واش الدار مشمشه ما مشمشاش، واش كاين مواد اللي هي غتخلي ان ديك الحساسيه تبقى موجوده. النقطه الثانيه خصها تعمل طوبوغرافيه القرنيه، ما عرفتش واش دارها لها الطبيب او لا، طوبوغرافيه من غير الفحوصات العاديه اللي كتدار، وتساعد بلو سيروم فيزيولوجيك، هذاك السيروم العادي من عند لا فارماسي يدار في الثلاجه وتبدا تغسل ليه عينه في الصباح وفي الليل، تغسل ماشي تقطر قريعات صغار، نص قرعه هنا ونص قرعه في العين اليمنية ونص قرعه في العين الشمال، يوميا في الصباح وفي الليل. وهاد العوامل اللي هي خارجيه لا كانت موجوده راه بحال الضيقه، الضيقه ملي الانسان ما كنداوهش من الضيقه دائما كتبقى عنده، غير ملي كتجي لا كريز يعني كيكون الماده اللي كتخلي ان غيكون تهيج بالنسبه للصدر وكيولي عنده كيولي الانسان ما كيتنفش الى اخره، ولكن كيبقى دائما الضيقه موجوده غير لا كريز اللي ما كتكونش. اذا خصنا العوامل اللي هي غتقد تهيج هاد الاعراض خصها تحاول تفاداها. طيب دكتور شكرا جزيلا صراحة على كرمك وعلى حضورك معنا، هذا واجب، وعلى المجهود اللي كتبذلوا صراحة في إجابة على كل المستمعين ديالنا. إن شاء الله يربي يكون في ميزان الحسنات ديالك، ونلتقيو إن شاء الله الأسبوع القادم لا طول العمر. أنا كن